يا شيخ مصطفى بالله عليك، بحبك في الله. حبك الله. سؤال يا شيخ، انا عندي فلوس عمره وعايز اطلع عمره في رمضان ان شاء الله، تمام؟ تمام. بعيد عن زوجتي بقالي حوالي سنه ونص، وانا في سفر، انزل لاولادي اولى ولا اطلع عمره في رمضان؟ والله انزل لأولادك. يعني انا لسه في العمره يا شيخ مصطفى. نعم، لسه في العمره. نفسك في العمره؟ اه والله ومالكش نفس في زوجتك تعفها وتعفها هي نفسك؟ لسه زوجتي، بس نفسي بيت الله، نفسي هاي رمضان. نفسك بيت الله. إن لنفسك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن طيب يا شيخ، لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا. طيب يا شيخ مصطفى، الآن المرأة يا أخي، فتحت يا شيخ مصطفى. المرأة الله يحفظك، أنت في السعودية ولا فين؟ أنا في ليبيا. يعني الزوجة الله يحفظك لها حق، سنة ونصف، طيب يا شيخ، سنة ونصف ما يأتيها زوجها، تتجبرها أنها ممكن تنحرف. حاضر يا شيخ، الله مع يكرمك، نصيحتك يا شيخ مصطفى. الله يبارك فيك.